الموسم العاشر عبقرة المدارس ومباراة مهمة في دور الـ 32، وهفكركم بالنتيجة. الزهراء الخاصة بالإسكندرية 140، بئر العبد شمال سينا 70. ودلوقتي مع الفقرة الأخيرة، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ، سؤالين لكل مدرسة. أول سؤال شمس سليمان، أول سؤال هنشوف شمس. والسؤال الأول للزهراء الخاصة، موضوع السؤال إيه؟ شمس جوكر، تحبي تسألوا في إيه؟ قدرات ذهنية. قدرات ذهنية، سؤال بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ 20. 20 نقطة. قدرات ذهنية، والسؤال هو حل المسألة الآتية: 245 زائد 367 زائد 489 في 2 يساوي كام؟ خمس ثواني. يوسف إجابتك؟ 1590. إجابة صحيحة، برافو عليك يا يوسف. سؤال ما كانش سهل. 20 نقطة، وبكده النتيجة 160 زهراء الخاصة بالإسكندرية، 70 بئر العبد شمال سينا. محمود رمضان، تفضل يا محمود. محمود رمضان، وهنشوف السؤال الثاني موضوعه ايه. علم، سؤال في العلم: جغرافيا، تاريخ، ادب او علوم. سؤال ب20 نقطه ولا ب30 نقطه؟ 20. علم، والسؤال هو جغرافيا: يعد بحر بيرينج جزءا من احد المحيطات، فما هو؟ يعد بحر بيرينج جزءاً من أحد المحيطات، فما هو؟ المحيط الإيه؟ باسل، الهندي. المحيط الهندي، إجابة خاطئة، مش المحيط الهندي. يوسف، الهادي. المحيط الهادي يا يوسف، إجابة صحيحة. المحيط الهادي الإجابة صحيحة، كل النتيجة 180 الزهراء الخاصة، 70 بئر العبد. السؤال الثالث، مروان محمد، اتفضل يا مروان. هتشوف السؤال الثالث وموضوع السؤال ايه. لفة كاملة يا مروان، شكرا يا مروان، ارجع مكانك. سويتش، تمام. سويتش في الحالة دي بئر العبد، انتوا اللي هتختاروا موضوع السؤال. تحبوا يتسألوا في ايه؟ فنون. سؤال في الفنون ب20 نقطة ولا ب30 نقطة؟ 30. قبل ما اسأل السؤال، عايز اروح لفرج ناصر ومشاهدينا عبر الانترنت. ازيك يا فرج؟ الحمد لله، حضرتك ايه رأيك في حلقة النهاردة؟ ربنا ما وفقناش، بس يعني تجربة كويسة، يعني التجربة ما هيش وحشة. كويس ان هم شاركوا، صح ولا غلط؟ كويس طبعا، يعني عاش، كويس. تقول لهم ايه؟ تقول لهم يعني كويس، يعني انت وصلت المرحلة دي وحاولتوا، يعني تعوض يعني في اي وقت تاني، يعني عادي. صح، ولا ايه رايكم؟ صح، ان شاء الله ان شاء الله تتعوض؟ ان شاء الله. هتستعدوا ترجعوا تاني؟ ان شاء الله. فرج، امتى هتشارك؟ ان شاء الله الموسم الجاي. ان شاء الله بتستعد الموسم الجاي؟ جميل جدا، هنستناك يا فرج. يسلم، الله يخليك. شكرا يا فرج. نرجع بقى للسؤال الثالث، فنون. سؤال ب30 نقطة، فنون، والسؤال هو من هو الفنان المصري الراحل الذي قام بدور كمال في فيلم الرجل الثالث؟ طب احاول احمل، مش حد اقول فيلم الرجل الثالث. يوسف، سعيد سعد. استنى بقى،
انا عايز اعرف بقى مين سعيد سعد. لا انا قلت اسم. لا 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 انا عايز اعرف مين سعيد سعد. مين سعيد سعد؟ لا انا كان في دماغي حد تاني بس الاسم جه غلط. يوسف احمد اجابه ايه؟ مش عارف. لا دي جديده دي. لا يعني بدور لها على حاجه جديده، هي مش مضحكه، هي حاجه جديده. اجابه عجيبه. بالظبط كده، ايه ليه عليها اجابه عجيبه فعلا. شفتوا سعيد ايه؟ سعيد سعد. سعيد سعد. في اجابه باسل نور الشريف. نور الشريف اجابه خطا. الاجابه صحيحه الراحل احمد زكي. كان معايا ليلى علوي من اخراج علي بدرخان، ده فيلم مهم جدا. السؤال الرابع، عبد الله عادل، اتفضل يا عبد الله. السؤال الرابع والاخير، وهنشوف موضوع السؤال ايه. سؤال في الرياضة، يا ترى السؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ ماشي تمام. رياضة، والسؤال هو ما هو أكثر الأندية التونسية حصولاً على دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم حتى عام 2020؟ ترج. الترجي التونسي كم مرة؟ ثلاث مرات. لا مرتين. لا برضو. ليه؟ الترجي التونسي أربع مرات. أو صح. أحمد سيد، سؤال بتلاتين نقطة، إجابة صحيحة. الترجي هو الإجابة صحيحة بين النتيجة 100 بئر العبد شمال سينا، 180 الزهراء الخاصة اسكندرية. عايزين نروح لأحمد صالح عبر الإنترنت. أحمد صالح مساء الخير. سلام. قول لي إيه رأيك في ماتش النهاردة؟ الحمد لله ماتش جميل جدا، وزمايلي عملوا اللي عليهم واتجدد بخور جدا بأداء المدرسة كتير، والبرنامج جميل جدا بشكل علمي وبشكل عملي، إن هو يعني إدانا معلومات الكافية إن إحنا نعرف نتكلم بره بقى البرنامج في حياتنا، وبشكل عملي إن إحنا أول مرة نشارك تجربة جميلة زي ديت في الاستوديو ونشوف الأضواء والكاميرات وكده. جميل جدا. إحنا عايزينك تيجي الاستوديو بقى، يعني اتفرجت عبر الانترنت تمام، بس امتى هتيجي الاستوديو؟ ان شاء الله المره الجايه في الاستوديو. شكرا يا احمد، وهنستناك في الماتش اللي جاي. افضل لاعب في ماتش النهارده مين بقى يا ترى؟ يوسف. 85 نقطه يوسف احمد. برافو عليك يا يوسف، تستحق لقب افضل لاعب في ماتش النهارده. في نهاية المباراة عايز أقول لبئر العبد هادلك في الآخر بقيتوا تركزوا، ولكن مش هو ده مستواكم برضو، هترجعوا تستعدوا ويكوننا تاني إن شاء الله. اتفقنا؟ إن شاء الله. بس احنا مبسوطين جدا إن مدرسة بئر العبد انضمت لعيلة العباقرة، كلنا نحيي مدرسة بئر العبد بشمال سينا. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقة النهاردة 280 نقطة، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 560 ألف جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 2,150,000 جنيه من البنك الأهلي للمشاركة في النهوض بالمنظومة التعليمية في مصر. الزهراء الخاصة عديتوا المرة دي، ألف مبروك، عملت مباراة قوية تستحق الوصول لدور الستاشر. ألف مبروك، نحيي الزهراء الخاصة بإسكندرية. كل اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة.